السرسرية جاوة ووصلوا الأبية والذيب من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش السرسارة مو ياهن كان يضبطها تارة. إذا أنت هسه تعلمت أنس وقبريد مقشمرة. تك 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 شقد يتلوم دك دك. اذا انت بطيارتي ترى انا طير بك. عندي علولي داي حلو وهكي وسيلة المطيرتي يشرب بيبسي بالكتلي. لو حششنا تشوش ندير احنا خلينا الفيل يطير. خلينا الصاحي كبسل وين مكبسل صاحي صير. اها اها الم يدوخ الحارة وما يخبو الجارة. امي طشارة تخاف من اللي فارة. ايش ليش لا تخبط لي حلقك شدة في الراسة. هو انت 56 ولا كلهم خفاصة. ايش تحويلك عالتوقي هو انت اكبر بوخة. ترى كل واحد اسبوعين راسك تظل بدوخة. صعب تعب واليوم بتويها علاجة. انا اللي اتعارك وياه شبع خياطات براته. قابل نصم يا الارنب ما سامع بعلولي. هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي. يا جمعة شد الموضوع يا شليش اهدى شوية. ارد اشتري ست طيور ومعود 1100. يا مال الشام ويا الله يا مالي تعالي المنطقة يا حلو تعالي. الله ايش ذكرتوني احلى ايام حياتي كانت ايام سوريا. عطوك اسكت لا تهيج المواجع. شارع جرمانة ساحة الريس تتذكر من كنا نطلع نفطر العصرية والحتيت الزين ونشتري الدجاج بروسلي تتذكر؟ بروسلي يا معود بروسلي طاك عمره من زمان. ليش انتم نسيتوا باب توما؟ اويلي يا بن نسوان هناك كل هنا اجدي. تتذكرون بالذات انت شلس تتذكر باب توما كيف ظلينا ندور على الباب مال باب توما. اريد نشوف هاي النسوان مين يطلعان وين يروحان. اسكتوا يا معودين اسكتوا. انا كل ما اشوف الاخبار قلبي ينقرض. كنت اصلا منقرض ولك ينقبض ينقبض مو ينقرض. نفس الحالة أقلكم صدق. تتذكرون أبو العبد السوري خطية ضيفنا بيتهم من صار عندنا حرب بالعراق ورحنا هناك ما عندنا مكان تتذكرون؟ خبرني هذا خبرني هذا الرجال. صار لي كومة أدق عليه وما يجاوب. ما أعرف مغير رقمه صاير عليه شيء. والله أبو العبد شريف وأبضاي. أقولكم إحنا لازم نشوف أبو العبد وين صار ونطمئن عليه. أقلها الرد للجميل ونضيفه بالعراق مثل ما ضيفنا بسوريا. يعني شنو لازم نروح السورية؟ اي لازم لان احنا ما عدنا اتصال ويا ابو العبد. ونروح شكو ورانا. يلا مشونا يلا ايش عندنا خلينا نروح. من وين الشباب؟ من العراق. عروسي احلى ناس العرايين. احنا كتير بنحب العرايين وفي بيننا خبز وملح. يا معود لحم خيرنا من اشتافكم. اقصد لحم اشتافكم من خيرنا. ما تسكت شديد ما تسكت. قصد لحم اشتافنا من خيركم. والله تصحاب فضل علينا من جانا سوريا حتى ما خليتونا نحس احنا ببيتنا الثاني. كأنما انا جيت بالصالة ورحت للمطبخ. هلا انتو جايين لسوريا مشان شو؟ سياحة ولا استجمام ولا مشان تشاركوا بالمعارك ضد الاعداء؟ لا والله ولا وحدة من ذن. ليك اذا بتريد الاعداء من امه قصدك؟ هلا الاعداء اكتور شو خد لعندك؟ في عندك جيش الحور العدو تبع جيش النصرة، وجيش النصرة العدو تبع جيش العربي السوري، والجيش العربي السوري العدو تبع المعارضة السورية، والمعارضة السورية العدو تبع داعش، وداعش العدو تبع امريكا، وامريكا العدو تبع روسيا، وعنك الحبل على الجرار. اجا بتريد انت العدو تبع مين بلد جحمة؟ هلا انا مزبط حالي معك. مثلا هلا في سيطرة للجيش العربي السوري. رح لينا ابو العرس منين جاي؟ تكرم عينك
من المطار مع ضيوف عراقيين جايوا بيدافعوا عن السيدة. شرف ابو العاص، الله معاه. هلا هيدا الجيش العربي السوري، بس ما تعتلوها، كله بيعرفوني هو. صديقي، احنا نريد نروح على واحد اسمه ابو العبد، كان معروف هنا بجرمانة، وبعدين راح البيت سحب. ابو العبد بعرفه رفيقي، بس ما بعرف شو وين صار. ما تعتلوا، راح اخذكم لهونيك. ابو العاص يا معود، هاي سيطرة وهمية قدامك، دير بالك. ما تعتلوها، هلا انا بتصرف. كيفك ابو العاص؟ منين جاي؟ جايين من المطار مع ضيوف عراقيين مشان يقاتلوا ضد النظام. حبيبي ابو العاص، شرف، الله معك. ابو العاص انت كتير مزبط حالك، حتى احنا طاهت علينا التوية من مثل ما قلت لك، انا مزبط حالي مع الكل، بس في هون سيطرة تانية. كيف حالك يا ابو العاص؟ من اين اتيت؟ السلام عليكم اخي في الاسلام، لقد جئت من المطار ومعي بعض الأخوة العراقيين المتطرفين الإرهابيين الذين سوف يفجرون أنفسهم في سبيل الله. تكبير، الله أكبر. معودة بالعاص، استر علينا، بس قل لي كم سيطرة بعد؟ ترى خرطنا. لحظة إذا بتريد. كاك ديلا أخي فلاديمير، فوتك لعيونك. خرشو أبو العاص، خرشو؟ هذا الشو مالتهم غير تعبان. بوشيمي تيبراياتا، يمكنك المرور. هلا الحمد لله عدينا. ايه الحمد لله والشكر، خلصنا؟ لا شو خلصنا، لساتنا في اول الطريق، لسه قدامنا النصرة والمعارضة وغيرهم كتير. انا بوصلكم لبيت صعوب ابو العبد وبرجع، وانتو من هونيك بدكم تشوفوا حالكم. هلا وصلنا لبيت صعوب، الله معكم يا شباب، اي شي بدكو ياه حاكون على رقمي على طول. الله وياك ابو العاص، الله وياك. اخ يا بي، هاي كم سيطرة؟ اكثر من سيطرات الكرادة. سليت جواريبك، ليش ما عفتن بالبيت ونيم الطيور؟ ليش جبتهن؟ شعوفين غير يموتن. لعد الموت احنا دوخر. اسكتوا. هيا باه، هاي سوريا هيك صارت. معقولة سوريا؟ هاي سوريا الجنة اللي عشنا بيها أحلى فترة بحياتنا، هيك صارت؟ ليش هيك خربوها؟ ليش؟ صاير عبالك غرفة دعبون. ليش هيك؟ ليش؟ خلص دعمول، خلص لا تبكي. ابو العبد، ابو العبد، ابو العبد، وينك يا معود؟ ابو العبد وينك؟ شنو تعب ختيلان وياني؟ ابو العبد يا معود، ابو العبد، ابو العبد، ابو العبد، وينك يا معود؟ ابو العبد وينك؟ ابو العبد، ابو العبد، ابو العبد، ابو العبد، ابو العبد وينك؟ هون هون. وينك يا معود؟ وين انت؟ مين؟ الشباب العراقيين؟ ابو العبد حبيبي، وين شلونك؟ وين شلون؟ يا اهلين، والله كثير انبسطت بشوفتكم. شو معقول عزبتوا حالكم وجيتوا لهون مشاني؟ والله انا كثير بحبكم. ابو العبد، العائلة وين؟ ام العبد وولادي كلهم راحوا، بيتي صار بالارض، الحرب اخذت مني كل شيء، هلا انا لحالي. البقية بحياتك أبو العبد، إحنا أهلك وبيوتنا بالعراق كلها تعتبرها بيتك. أبو العبد، أصلاً إحنا هنا جايين مو حتى نناقشك، جايين ناخذك ويانا للعراق ونضيفك يمنا لحد ما تنتهي الأزمة بسوريا. كتر خيركم شباب، والله أنتوا شباب أبو ضايعات، وأنا ما لح أنسى لكم هذا الفضل الأمر كله. أبو العبد، لسه ولاح وما لاح، أنت أصلاً صاحب فضل عيني، وإحنا جايين ناخذك ويانا، شو بدك؟ كتر خيركم شباب، أنا الحرب كفت ووفت معي، أخذت مني عيلتي وبيتي، بس ما لح تأخذ مني سوريا. أنا بقيان هون، ما بقدر أترك أم العبد وولادي لحالهم، وما بترك سوريا. أنا ولدت هون وبموت هون. أبو العبد حبيبي، ما تقول لي شنو؟
شلبت ننقل لك المدينة خربانة، ومن تتحسن الظروف ارجع. هسه شلبت تمشي ما دام احنا مأجرين جمشي تمشي. كتر خيركم شباب وانتوا رجعوا بالسلامة، الله يحميكم ويحمي بلادكم. خاطركم شباب بدي بقى لحالي. هذا ابو العبد ما تعرفوه بجدي، هذا من يقفل يقفل حالة حالة الايفون من تنسرق من السريمان. هسه لو مثل سامسونج كان ودينا تيشر فايبر هكره. تمام اجتني فكرة. ايش عجب؟ ليش ايش عجب يابا؟ ايش قالوا لك عليه سليحة مثلك؟ بدي اشوف فضمة شنو فكرتك؟ انا اقلكم بس خابر لنا على ابو العاص. اهلين شباب، شو صار معكو؟ لقيتوا لابو العبد رفيقكو؟ اوه الله يصبروا. تكرم عينكو، انا ابو العاص ما يرصى عليه شي. دعبول من طيح الله حظك على هالاقنعة القافعة، ولك ما لقيت لنا غير لبسان داخلية. عايش بيك عتوقي، حتى اللي يشوفنا يقول هذول راشين فد الباش. قلت لكم خل اجيب لكم جواري مثل عصابات مال الافلام، ظليت تنقرزون تفيكون على بجنو ريحة الجواريب. احسن لكم هاي هالريحة استفادوا. هسه غير اعرف صاحب اللباس غير افتهم ايش ماكين. اقلكم انا خاما وجه مبين. والله عيب عليكم، هسه انطونا بالخيط ابو التتشة اي شي نعطينا حفاظة. شباب كل شي تمام، جبت لكم اللي بدكم اياه، بس قولولي شو بدكم تعملوا. راح ننهي الحرب السورية. يلا سديد يلا، اريدك تحكي حكي غاي كزبر الجلد. يا جماعة مو انا افقد السيطرة على لساني من اوقف قدام الكاميرا. سليت انت المتكلم والناطق الرسمي، حتى اذا انعلسنا انت تشيل السالفة كلها. اقولكم الشباب اوقفوا، انا مبين لو لا. اعزائي المشاهدين فرصة سعيدة، نحن منظمة السلام الارهابية نطالب بوقف جميع العمليات على سوريا. لكن مثل ما سمعتوا لازم توقفون كل الحركات العسكرية بين الجيوش المتلاطمة، وعليه قررنا ما يلي: بالقرآن وروح أبوي ودعة أمي، إذا ما وقفت التدخل بالشؤون الداخلية ما سوريا راح يصير الآتي. راح نشوف شغلنا ويا واحد من هذول الجنود المختطفين هنا. عندنا واحد روسي أشعل بأحمر، وهذا أمريكي بخاري مشعشل، أو هذا جيش عربي سوري أبو العلم، أو هذا داعشي نقرأ خروف مشعشل، وين متهدي رجع لك، وهذا قماري عرافي من لبنان، او عندي هذا قرنفل بسود. وكفيلكم بالله اقل واحد بخمسة اوراق تفكه بالبصرة ترجع لبغداد تلقاه واصل قبلك. انت ترى سرحت على طيور، احكي عدل اغم. يا جماعة ترى السالفة مو سهلة يا عتوقي. خب حظي قال اسمي لك شكو حاطين اقنعة على عد غير ما حد يعرفني، كلها من وراك علوني. قلت لك انت احكي ما قبلت. هسا انا لا اللي ولا علي، شكو تقول اسمي وهي وجه تشفتشير. يا جماعة هسا ما صار شي، ليش تكبروها؟ هسه مو شرش ودعبول ما حد قال اساميهم والناس ما حكت شي. لك شوف هذا قال اسم الفاهي، اذا حضرك بالفيس احد يعتب علي؟ مو قلت لكم انا احكي بس تعال تجيب لي يفتهم. دعبول مطربة الحي لا تطرب. اقول لك انا خمام بين، هذا ابو الخيط خبرني ما يجي بالنص، كل شويه فايت بعيني. كمل كمل سليت البين كمل. يا جماعه اسمعوني، ترى اذا ما وقفت الحرب على سوريا هذولي أملصهم واحد واحد. سمعتوني سمعتوني زين، ترامب وبوتين أو شكو واحد حاشر خشمة بالسالفة وضاعة الأراضي المالتي. إذا ما وقفت الحرب ما تلومون إلا نفسكم أو طاحتكم وحظ اللي يحكي وياكم. والآن راح أهملكم ساعتين، إذا ما سويتوا بيان رسمي بوقف إطلاق النار راح نتصرف بالرعاية مالتكم. اقطع العماش وهاد عن شد أزهلتوني. قابل غشك أبو العاص، عاشت ايدك سليت عاشت ايدك، لك التصدق رهيب. جيبوا لي كرسي او بطل بيبسي تعبت. على كيفك غاندي. سليت حط نقطة فاصلة السطر، جاب السالفة من الاخير وهددهم في عقر دارهم. احيانا العين الحمراء ضرورية بس لازم تخلي لها قطرة، ما العين اخاف عندك التهاب شي. يا رعاية لا تخافون، انتو بس مجرد ورقة ضغط. انت داعش يا فندي، ايش جابك هنا؟ هسه لو ما سحلوكم جماعتنا بالموصل 5-0. شباب شباب عاجل عاجل، امريكا ردت علينا. We listen to the request of a Salam terrorist organization which is demanding the US government not to interfere in the Syrian issue.
I will respond to this organization as a follows. ها شنو؟ شو طقنا مزيج؟ والله عدنا جيد مال مطير الشياطين. عفتها ما عفتها شلون هسه يخلوا الواحد يحشحشاي ايش كبرها؟ خلي نشوف بوتين، هذا شوية عنده لغة عقل، عقل مال زواج. مي فزاسلوش لي بروز لي سيستريس ديز طفطفستيس ديز وستفان بيز ديز اوز ديم بسترفيز وزان انفازموزنا بستريغ ايدن اخوي بسيكي هيس تري تنبوكس توز دا ميستر دي. الجماعة استلمونا عفات اكسو مربع. يا بوتين يا ابن البوتين، اقولكم هاي المنظمة فاشلة، شباب رعاية اتوكلوا بالله روحوا شوفوا شغلكم، هاي شغلة سوريا خربانة. بس والله كانت خوش منظمة، منظمة السلام الإرهابية، حرامات نكنسلها. زين خل نحولها تصلح سيارات. أقلكم ما طول شيليت وصل صوته للعالم خصوص الأزمة السورية، ليش ما ناخذ شيليت يروح يحل أزمة بورما؟ ما أحب البورما، أحب البقلاوة. يا جماعة توكلوا بالله، شكرا تعاونكم. بس لحظة، أنت أبو سمرة هسه هذول كلهم افتهم لك عدهم بسوريا، بس انت ايش عندك بسوريا؟ هاي منعون الصفحه. هاكونا ابو تاتا سومباكا. هسه اذا صفقك عجل احد يقول لي ليش؟ السرسريه اجاوا ووصلوا الابيه والذيب من يجي تطفر الواويه. لك بابا تحشيش سرسارة، مو ياها كان يضبط هاي تارة. إذا أنت هسه تعلمت أنا سوق بريد مقشمرة. عدك تك تك تك، شقد يتلوم دك دك. إذا أنت بطيارتشي ترى أنا طير بك. علول داي حلو وهكلي وسيلة المطيرتي يشرب ببس بالكتلي. لو حششنا تشوش نديه، احنا خلينا الفيل يطير، خلينا الصاحي كبسل. وين مكبس الصاحي صير؟ اها اها المي دوخ الحارة وما يخبو الجارة، امي طشارة تخاف من اللي فارة. ايش ليش لا تخبط طيح حلقك شدة بالراس، هو انت 56 وانا كلهم اشتحوي لك عالتوقي، هو انت اكبر بوخة، ترى كل واحد اسبوعي راسك تظل بيدوخة. ضدك مصعب تعبو اليوم بتويها علاجة، انا اللي اتعارك وياه شبع خياطات براتة. قابل نص ميا الارنب ما سامع بحلولي، هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي. يا جمعة شد الموضوع يا شلي